بسم الله، معنى برنامج بيحول اي حاجه دبليو جي لصوره. ممكن من الاوبشن اختار ان انا مثلا عايزها بي ام بي او جي بي جي او جي اي اف، واختار المكان اللي هتحط فيه الصوره واقول له اوكي، وابدا اديله الملفات اللي انا عايزها تتحول. اس فولدر بختار ملف يكون فيه حاجات كتيره دي دبليو جي. اوكي اقول له كونفرت، بيبدا يحول لي الملفات زي ما انا عايز. حضرتك بتلاقي الملفات موجوده جي بي جي بي ام بي جي اف، الملفات كلها انا عايزها. عمرو سليم.